السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم التحدي اليوم السابع لتحديات الانترفيس، تحديات الشتاء. وبدنا نستعرض مع بعض شلون بتجيب سكين الشجرة اللي هو مجاني هلأ نزل، ونفتح الهدية اليوم تبع اليوم السابع مع بعض وبرجيكم التحدي. التحدي كالعادة بدك الستيج 1 انه هي بدك تفتح الجوارب، بعدين بيعطوك المهمة. نعمل فيزت لونج مع بعض، ندوس هون على اليمين، بعدين ندوس على الشجرة ونضل دايسين. اي وهيك بنكون اخذنا مع بعض السكن واخذنا الظهرية. هيك بنكون اخذنا السكن وخلصنا، فتحنا هديتنا نحن اليوم السابع. هي كانت هديتنا اليوم السابع. ندوس ايه. المطلوب منك بعد التحدي انك مجرد ما تنزل بالباص تروح على اي شيست موجود، اي بيت، تفتح شيست خلال 60 ثانية. يعني اول ما تنزل من الباص تفتح شيست، وهي بتكون انت خلصت المهمة وبتربح هاي الظهرية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. يا ريت ما تنسونا من اللايك والاشتراك، واكتبوا لنا بالكومنت شو رأيكم بالسكين الجديد، هل هو حلو ولا لا. شكرا على المتابعة.